الله أكبر ما أورق عود وأثمر، الله أكبر ما ظهر نجم في السماء وأزهر، الله أكبر ما أقبل شهر رمضان وأدبر، الله أكبر ما صام صائم وأفطر، الله أكبر ما لاح صباح عيده وأسفر، الله أكبر ما فرح الصائم بتمام صيامه واستبشر، الله أكبر ما هلل مسلم وسبح وكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي جعل العيد يوم جزاء وثواب يلبس فيه المؤمنين حلل الرضا وجميل الثواب، نحمده سبحانه ونسأله المزيد من فضله وأن يسلك بنا في سائر الأوقات سبيل الصواب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ونشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الذي شرفت به الجمع والأعياد والمواسم والأيام. محمد سيد السادات من مضر، خير البرية قاصيها ودانيها، بدر سرى فوق أطباق السماء له، قد دان من رتب العلياء ساميها، والرسل تشهد بالفضل العظيم له دنيا وآخرة، والله هاديها. يا صفوة الله يا أعلى الورى شرفا، يا صفوة الله يا أعلى الورى شرفا، يا خاتم الرسل يا مولى مواليها، صلى عليك إلهي كل آونة، يا سيدي ما تلا الآيات تاليها. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه وزوجاته منتهى مرضات الله تعالى ومرضاته. أما بعد، عباد الله، قبل أيام أدركتموه فباركتم بلوغه، وبغروب شمس الأمس شهدتم وداعه، وفي القلب كمد وفي العين دمعة، دمعة لفراقه ممزوجة بفرح التوفيق والقبول والرضا، فمبارك عليكم الفرحة وهنيئا لكم التمام. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فيا لله كم مقبول منا الآن، ويا لله كم من معتق منا من النيران، كم من صائم إيمانا واحتسابا غفرت له الذنوب، وكم من قائم إيمانا واحتسابا فأحبه علام الغيوب. يا الله، ما أعظم هذا الصباح وما أحلى هذا الانشراح، صمتم عباد الله وقمتم رمضان ففزتم بالقبول والجنان، فأبشروا بيوم يرضى فيه الرحمن، أبشروا بيوم يباهي بكم الله ملائكته الكرام، فاليوم توزع جوائز رمضان، فأحسنوا الظن بربكم، فهذا يوم الجزاء، وهذا يوم العطاء، وهذا يوم الوفاء. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. يوم يقول الله لملائكته الكرام: ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون:
إلهنا أن توفيه أجره، فيقول: إني أشهدكم يا ملائكتي أني قد جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي، انصرفوا مغفورا لكم، قد أرضيتموني ورضيت عنكم. فيا لها من بشارة عظيمة، إن كنا ممن قيل لنا انصرفوا مغفورا لكم قد أرضيتموني ورضيت عنكم. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فأبشروا عباد الله، أبشروا يا من تنافستم فصمتم وقمتم، أبشروا بعطاء رب كريم، يعطي الجزيل ويغفر الذنب العظيم، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فاللهم رحمتك نرجو في هذه اللحظات، معترفين بالتقصير، طامعين في الفضل الجزيل، فرحماك رحماك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، إن المؤمن الصادق لا يشبع من الخير حتى يكون منتهاه الفردوس الأعلى، يجني من كل ثمرة خيرها، يعبد ربه في كل وقت وحين، تجده في الذكر مع الذاكرين، وفي الصلاة مع الساجدين، وفي الصيام مع الصائمين، وفي جميع أنواع البر من المسارعين السابقين. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله وعظموا ربكم، فما أحسن من أحسن إلا بما كان لله في قلبه من التعظيم والحياء، وما أساء من أساء وفرط من فرط إلا بسبب خلو قلبه من ذلك التعظيم. فلا تغفلوا عباد الله عن ذكر الله، فهو باب صلاح القلوب وسبيل مراقبة علام الغيوب. أدوا فرضكم وأقيموا الصلاة في أوقاتها، ولا تشغلنكم الدنيا عن آدائها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأدوا زكاة أموالكم، تفقدوا بها مسكينا ذا متربة أو يتيما ذا مقربة، وكفوا ألسنتكم عن فحش الكلام وقول الزور، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تغفلوا عباد الله، لا تغفلوا عن كتاب الله تعالى، فهو الصراط المستقيم، وهو النور المبين، من ابتغى الهدى في غيره ضل، ومن اتخذه إماما فاز مع الفائزين. أيها المؤمنون، بروا بآبائكم وارعوا حقوقهم أحياء وأمواتا، وأحسنوا تربية أبنائكم فهم أمانة الله في أعناقكم، أحيطوهم بالنصح والتوجيه، واحفظوهم من مواطن الردى والشر والتيه، وصونوا أعراضكم، وأحسنوا عشرة زوجاتكم، وقوموا عليهن خير قيام نصحا وتوجيها، صلوا أرحامكم فالقطيعة محق للبركة، وأحسنوا إلى جيرانكم، وعليكم بصدق الحديث وحفظ الأمانة، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عباد الله، ها أنتم بهذا الجمع السعيد أديتم سنة العيد ضيوفا في بيت مولاكم العزيز الحميد، فأظهروا نعمة الله عليكم واشكروه عليها، فإن ذلك يستوجب المزيد. واستقيموا كما أمرتم، وعظموا الله بالتسبيح والتهليل والتحميد، فطوبى لمن حمد الله وشكر، وطوبى لمن دعي إلى الخير فشمر، أو أسرف على نفسه فتاب وندم واستغفر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد سبحانه له الكبرياء والجلال. الله أكبر ولله الحمد ولا إله إلا هو الكبير المتعال. الله أكبر ولله الحمد وله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. الله أكبر ولله الحمد ولا إله إلا الله الموصوف بأوصاف الكبرياء والعظمة والكمال. الله أكبر تكبير إجلال وإكبار، والحمد لله متصلا بالعشي والإبكار. سبحان الله ما تعاقب الليل والنهار، ونشهد أن لا إله إلا الله العفو الغفار، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله منبع الأنوار والأسرار وقبلة قلوب العارفين المصطفين الأخيار، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، معاشر المؤمنين، إذا تأمل العبد المؤمن آيات المحبة في كتاب الله تعالى وجد أمرا عجيبا وشأنا عظيما، فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه العلي الكبير العليم القدير، خالق كل شيء وهاديه، ورازق كل حي وكافيه، بديع السماوات والأرض، العظيم الجليل، يتفضل على عبيده فيحبهم، ويخبرهم في كتابه العزيز بأنه يحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب الصابرين ويحب المتوكلين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. عباد الله، أيحب الله عباده ثم يعذبهم يوم القيامة؟ إن مقتضى سابق المحبة هو العفو عن الزلات وغفران السيئات ورفع الدرجات، فاتقوا الله عباد الله، وتعرضوا لأسباب هذه المحبة الربانية، والتي من أعظم أسبابها الإكثار من نوافل الخيرات. فقد قال سبحانه في الحديث القدسي: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ومن أعظم نوافل الطاعات في هذه الأيام المباركات صيام ستة من شوال، التي جعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم تعدل صيام العام كله، فلا تضيعوها عباد الله. واعلموا أن من فاته شوال ولم يصمها لعذر أو لغير عذر جاز له صيامها في ذي القعدة أو ذي الحجة أو المحرم أو غيره، لقول مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه بسند صحيح: من صام رمضان وستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، ومن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فقوله صلوات ربي وسلامه عليه بعد الفطر لفظ واسع يدخل فيه شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم وغيره، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فاتقوا الله عباد الله، وتعرضوا لهذه النفحات الكريمة، واستمعوا بقلوب مخبتة، استمعوا إلى الحبيب الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه، وهو يخبرنا عن صورة هذا العيد، وأنه احتفال مقام بين السماء والأرض، يشترك فيه ملائكة السماء مع الموفقين من المؤمنين الأتقياء.
احتفال يقدم فيه الصائمون محصول عبادتهم، فيقدم لهم الكريم سبحانه جائزة التوفيق والرضا والرضوان. روى الطبراني بسنده أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم عيد الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرق فنادوا: اغدوا معشر المسلمين إلى رب كريم يمن بالخير ثم يثيب عليه الجزيل، لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد من الملائكة: ألا إن ربكم قد غفر لكم، ألا إن ربكم قد غفر لكم، فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. فاللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وصل اللهم وسلم وبارك على من لولاه لما كان صيام ولا قيام ولا إكرام ولا جائزة، سيدنا ونبينا ومولانا محمد كامل الذات والصفات، وعلى آله وصحبه النجوم الهدات. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مقابلا بالقبول والرضا، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل انصرافنا انصراف من أنعمت عليهم بحسن القبول، وأظهرت عليهم فضلك الكامل، وبلغتهم غاية المأمول. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، واكفنا اللهم بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لا تدع اللهم لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضًا إلا شافيته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا حاجةً من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضًا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها بلطف منك وعافية. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، ويسر أمورنا، وفرج همومنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في القدس وغزة وسائر فلسطين، اللهم انصر إخواننا في سائر فلسطين، سدد اللهم رميتهم، ووحد اللهم كلمتهم، وانصرهم اللهم على من عاداهم. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك، فأفرحنا بهلاكهم، وأسعدنا بدمارهم، وحرر أولى القبلتين من نجاسة أقدامهم، واشف صدور عبادك المؤمنين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ووفق اللهم ولي أمرنا وسائر ولاة الأمور المؤمنين لما فيه رضاك ورضا رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم تقبل منا ما وفقتنا إليه من الصيام والقيام، واحيينا اللهم لرمضان في العام المقبل محفوفين باللطف والعناية والتوفيق منك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الوقاية خير من العلاج، حافظوا رحمكم الله على التدابير الوقائية، واكتفوا بالإشارة، ودعوا التصافح والتعانق إلى أن يرفع الله عنا هذا الوباء. اللهم ارفع عنا هذا الوباء بما شئت، ردنا اللهم إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عيدكم مبارك وسعيد، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.